السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي سلمي تاكوليتي. اذا كنت جديد في القناه فاهلا، انا سميتي سلمى، واذا كنت قدامين فمرحبا بكم معايا مره اخرى. الفيديو ديال اليوم واحد الفيديو اللي من شحال انا نفسي فيه نديرو، كان نفسي انني نديرو، اليوم جا الوقت انني نديرو. وكما قريتو في العنوان، هذا النهار هذا غادي ندوزو كامل باكل كوري 100%، فطور وغدا وعشاء غادي يكونوا وجبات كوريه، وهادشي كامل بالاستعانه بهذا البوكس هذا اللي وصلني من عند هاد الصفحه هذه اللي ثاني مره كنتعامل معاها، وغيمون عجبوني المنتجات اللي وصلوا. المهم المنتجات ديال ديك المره كنت جربتها معكم في الفيديو، المنتجات ديال هاد المره هذا طلبتهم سبيسيال باش نوجد هاد الفيديو هذا اللي ندير به فطور وغدا وعشاء باكلات كوريه، يعني كنت اشياء اسيوي كوري ولا ايديتيكات. اهم حاجه في هادشي كامل هو انني متاكده 100% من هاد الاكل هذا حلال 100%، ماشي ما فيهش الجيلاتين الحيواني، وما كاينش حتى شي منتج اللي هوايه فيه شي حاجه اللي حرام، كله حلال 100%. عجبني كثر في هاد الصفحه هذه صراحه هما الاثمنه ديالها معقوله، باركونتخ الصفحات الاخرين كنت جربت بزاف ديال الصفحات، الصفحات الاخرين كيبيعوا باثمنه خياليه خياليه بصح. هاد البنت هادي اثمنها معقوله بزاف بزاف بزاف، نتوما عارفين المنتجات الاسيوي كيكونوا غاليين، انهم يجيو من اسيا للمغرب كيكونوا غاليين 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 بزاف. هاد البنت هادي عندها اثمنه معقوله بزاف، يعني تقدر تشري من عندها اي حاجه بغيتو، كيجيك الثمن هو هذاك، يعني ما كتحسش براسك تشمتي ولا تضحك عليك ولا لا، يعني هذه من تجربتي انا الخاصه. المهم ما نجيش نطول بزاف، وخلينا نمشيو ونوجدوا الفطور والغداء والعشاء ديالنا. وقبل ما نبدا هذا الفيديو هذا، بغيت نطلع التعاليق اللي كانوا من اجمل التعاليق اللي قريتهم في الفيديو السابق. شكرا لكم بزاف على الحب ديالكم والدعم ديالكم، وشكرا للتواجد ديالكم والمشاهده ديال الفيديوهات. ما نزيدش نطول بزاف، خلينا ندخلوا لا فيديو نيشان حتى شفت حمسه جرب هادشي هذا. مش منكذبش عليكم، انا نايضه معطله دابا تقريبا 3 ولا 4 ديال العشيه، انا غادي ندير الفطور عليا. الفطور ما يكونش شي حاجه ثقيله، يكون عندي سناك خفاف بحال هكايا باش ندوز نيشان للغدا، يعني ما بين الفطور والغدا غادي يكون عندي القيسه ديال التوجيهات. والله خا حيت كنت معطله بزاف. ومهم اللي محتاجاها الفطور هذه ماشي لاباي، ولكن انا غنشرح لكم شنو هذه بالضبط. هذه اللعيبه هذه ويلي 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 ما كنديرو فتحتها وها هي جبتها. هذه عباره على هادشي اللي كاين الوسط نكهه، والنكهه اللي خديت انا هو الحليب بالموز. سو كنديروا له هيدا، كناخذوا كاس ديال الحليب كنخشيوها وسط منا، وخصنا نصفو يطلع لنا النكهه الحليب بالبنان. المهم كيما لاحظتوا فيها الكريكبات لداخل، هذه هي اللي ديال النكهه. المهم كديرها سو 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 ديليشس، او ماي جاد اي لاف ات. للناس اللي ما كتعجبهمش مثلا البناد الحليب، كيعجبهم الحليب ولكن ما كيعجبهمش البناد الحليب، يعني عارفين البناد الحليب ديك البناد البقار وكذا، فهذه فيها النكهات بزاف. انا اختاريت هذه النكهه هذه، فهي فيها النكهات بزاف، اختاروا النكهه اللي عجبتكم. شو العكار فين وحال، المهم اختاروا النكهه اللي عجبتكم. كديروا كاس الحليب اللي بغيتو نتوما تشربوه في النهار ديالكم، كتحطوا هذه هنا. زوينه بزاف هذه، تصلح حتى للعوا ولا عندكم شي عائل، يعني المهم الناس الاباء ولا شي واحد كيتفرج فيا، عندكم شي عائل وكذا ما كيعجبوش يشرب الحليب، تشربوا تشريوا له هذه اللعيبه هذه، تحطوها له في كاس الحليب وتخليوه كيتبنن بالنكهه. انا غادي نجربوها كفطور، هي هاد اللعيبه هذه هاد السناك هذا. ف يعني عارفين حتى الفطور خصو يكون شويه حلو هكا باش يعطينا لينيرجي باش ندوزو النهار، اصلا ما خصنيش نفطر بزاف حيت غنتغدى دابا. ف هاد الشكل ديالهم كي داير، انا عملو بحال واحد بيمو كيتباع كيتباع في الحانوت، اذا لقيتو نبارطاجيه معكم في ستوري هاد الانستغرام. المهم خلينا ندوق، ولكن النكهة توتالمون ديفيرون على اللي كنشريه من الحانوت ديال لافريز، عرفتي زوين؟
ثاني حاجه قال لي عقلي عليها نجربها كفطور وهما هاد اللعيبات هادو، فغادي نجرب وحده اللي جات في يدي. واحد جوج ثلاثه طاحت هذيك، يلا واحد جوج ثلاثه انا ميتها ما غنجرب هادي. اوكي هينا نفتحوها نجربوا هاد الخضرة. ويلا هادشي عندهم شحال بلاج. اوكي خلينا ندوقو ونشوفو. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الحلاوه وما تكونش حلوه هذه تعجبكم، انا واش عجبتني ماشي بزاف. المهم هذه ما عجبتنيش بزاف بقدر ما عجبوني ديك اللواله، يعني عامل بحال فلان، عامل بحال فلان، فلان هو هذا، هذا كوري. بس الناس اللي كيعشقوا فلان والاخر هذه متاكده 100% غادي تعجبكم. الغدا قررت انني نطيب اتوك بوكي حيتاش انا فريمون متحمسه باش نجربو. اول حاجه خصنا نفرقوا هاد التوك بوكي هذا حيت كي كتلاحظوا مدحسينه بزاف في بعضو، نفتحوه ونفرقوه. انا هنا حاولت نفرق جهه كامله ديال التوك بوكي حيت جاي جوج جهات، جا نخليها من بعد مره اخرى نطيبها معاكم مثلا في تيك توك ولا جو سي با. و هذه فرقتها كامله نحطها جانبا، وهذه نمشي نجمع. ديت هاد الكسرونه غادي نحط فيها هاد الاصابع ديال الارز ولا عجينه الارز ما عرفتش نسميها. هذه غنحطوها هنايا وغادي ندير عليها المطايب. من بعد وهي كتغلى غادي نزيدو عليها هذه اللي عباره عن صلصه حاره، صوص نتذوق مدى حروريتها باش نعرفو شحال غنديرو. اوكي شو قداش خديت، واو واو حاره خديت عشتيتو حاره ماشي حاره بزاف وانما حاره. دونك غادي ندير واحد جوج معالق، واحد سو وهو كيطيب غادي نزيدو له جوج معالق صغار ديال صلصه الصويا، غادي نزيدو له معلقه كبيره ديال الكيتشوب، معلقه كبيره ديال هذا الكيتشوب، غادي نزيدو ليه الملحه. سو خليته يغلى شويه وغادي نزيد له هنايا ديك الرجلين ديال الكالامار غادي نرميه هنايا باش يحسو. اصلا ضروري خصو يكون فيه ديك البنه ديال السمك، دونك زدت ليها هذه خليه يطيب مزيان ونزيدو فوق منها النودلز. نوريكمش الحاله اللي ولات فيها البوطاطشي كيطلع ويفيض يطلع ويفيض. المهم دابا غادي نزيد عليها هذا اللي داكشي مكنطاب، غادي نزيدو عليها النودلز بنكهه الكيميتشي. غادي نديرو هنا اخرتي غادي نجمع هادشي كامل. المهم غادي نزيدو هاد النودلز، هذا ما كيجيش معاه الحار، يمكن كيجي معاه غير العطريه ديال الكيميتشي. هذه هي الوجبه ديال التوكبوكي ديالنا. الناس اولا الكوريين كيزيدوا حداها بيض مسلوق وكيزيدوا عليها البصل الاخضر يعني البصل، انا بجوج بهم ما كناكلهمش، ما كناكلش غير البصل الاخضر وما كناكلش البيض، فاكتفيت بهذا. هنا عندنا ديك الاصابع ديال الارز ها هو هنايا، وهنا هذيك الرجيلات ديال الكالامار، وهنا النودلز. صافي خلينا نجربوا هذا الشيء هذا حيت انا فعلا متحمسه صاحبي تلعبش معانا. المهم خلينا نجربوا نشوفوا. المهم هذا هو ديك ويلي هذا الشيء هذا منخطط عليا هنايا. المهم هادو هما ديك الاصابع ديال الارز، خليني نجربها هي الاولى حيت هادي اهم حاجه عندي. اذكركم ان هذا الشيء هذا بنكهه الكيميتشي. صافي بسم الله. وانا ريت شحال حار بنين، شوف هو بنين ولكن المذاق ديالو انت كتمضغو في شكل عرفتي بحال هادشي شي. خليني نتفكر بالضبط باش نشبهه لكم. المهم خلينا نعطيه ندوقو النودلز بنكهة الكيميتشي. ناري الحار 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 بسم الله. واو
واو it's amazing. نري شحال زوين. في قائمة واحدة صراحة ما كذبش عليكم، وجبة متكاملة بأبي مئة وبنين بنين بنين. ومع هاد المرة ما خديتش النكهة ديال الحزوك، دا خديت النكهة ديال الكيميتشي. واو واو جاست واو I love it so much. كوما كانش يا حار حار، وإنما يعني مقبول مقبول. بسم الله. الوجبة اللي غادي نطيبوها للعشاء هي تشيكن فرايد نودلز. تشيكن كيكون يعني الدجاج كيكون حار مع النودلز، يعني هي وجبة خفيفة، وفي نفس الوقت غادي نضيفو لها ديك السناكات وديك العصير اللي بقى لنا من الصباح. يلا خلينا نطيب. هنا عندي الدجاج مع البزار والسكينجبير والنشا والطحين وشوية الزيت وشوية ديال الماء، كنما يعني كنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم وكنقليو ديك الدجاج في الزيت. هذه اول مرحله. ثاني مرحله كناخذو مقله، في المقله كنديرو الثومه، كنديرو جوج معالق كبار ديال الكيتشوب، معلقه كبيره ديال صلصه الصويا، ومعلقه كبيره ديال الزيت، وكنزيدو معلقه صغيره ديال السكر، وكنحطوهم فوق البوطه حتى كتخلط ديك الصلصه مع بعضها مزيان. نسيت، ومعلقه كبيره ديال الحار، ديروا الحار اللي بغيتو، انا فضلت ندير الحار اللي درناه في التوك بوك في الغدا، فغندير معلقه عاوتاني كبيره ديال هذا الحار. هذا تقريبا هنا وجدت كلشي. عندي هنايا الدجاج اللي قليناه، عندي ديك الصلصه اللي عدلناها، وعندي هنايا النودلز. او ماي جاد، عندي هنايا النودلز. واش كنديروا؟ عندنا النودلز طايب بشكل عادي، يعني غير النودلز حطيناه ودرنا فوق منه العطريه ديالو. كناخذوا هاد الصلصه اللي عندنا هنا، كنقسموها على جوج، كناخذوا القسم الاول كنديروه فوق النودلز، والقسم الثاني كنحطو فوق منه هاد الدجاج هذا، وكنردوه فوق البوطه يتحمر عاوتاني. او هذا هو تشيكن فرايد نودل اللي وجدناه مع بعضياتنا. الدجاج كيجي بهذه الطريقه هذه والنودلز لداخل. بغيتو نتوما تجربوا هذه الوصفه هذه وما قديتوش توفروا ديك الصلصه الحاره، يمكن لكم تعوضوا ديك الصلصه الحاره الاسيويه بالهريسه المغربيه ديالنا. الهريسه هي كتصدق، انا هذه الوجبه هذه اصلا مجربها شحال من مره، كنديرها بالهريسه كتجي واعره بزاف بزاف بزاف. فخلينا ندوقوا عاوتاني. يمكن لكم تزيدوا واحد شويه ديال السمسم الزنجلان فوق الدجاج، كيجي عاوتاني واعر. بسم الله. حار وباقي سخون، كيجي النكهات متنوعه، حار على حلو على، كتجي واعره بزاف. انا هذه الوصفه اصلا ديما مجرباها وكتعجبني بزاف بزاف بزاف. نخليو العشاء ديالنا جانبا وغادي نجرب هذا العصير هذا اللي اولي اولي اللي متحمسه نجربو. يا لهوي يا لهوي، صدق مولانا هذا ولد العبد. ما نقولكمش الريحه ديال الفريز اللي عطيه منه، واو واعره. فخلينا نكبو هنا باش نشوفو اللون ديالو. شوفوا اللون ديالو، شوفوا اللون ديالو. نبي بسم الله، خليني نجربو. عرفتي بحال سبرايت بالنكهه هذا الفريز، وانا ريش حلو واعر. اي لافيت، واعر بزاف. هادو لي سناك اللي بقاو لنا من الصباح ما جربناهمش. هاد العصير هذا جو فاليد، كنطلب منكم كاملين الا قديتو تمشيو تشريوه وتجربوا، واعر. تشريوه وما غتندموش عليه. حمله واعر. هادي قهوه تنجربها معكم في ستوريات ديال الانستغرام، كنت جربت معكم وحده، وهادي وحده اخرى نكهه اخرى. فا اوكي خليها من بعد مجربه معكم في ستوريات الانستغرام. شربت العصير قهوه عن ميلونجي. فاول حاجه نجربو هاد المملحات. هادو كاينين جوج اشكال، كاينين هذا بالسلطعون وكاين هذا الكروفي. فانا كنظن غنجرب هذا ديال السلطعون وخلي الكروفي. دري ريحه الحوت، خلينا نجربو.
يا بسم الله، شوف الشكل ديالها كي داير. بلاص الشكل ديالها كي داير، نحيد هاد الكاس حيت هادي الشكل ديالها كي داير. صافي خلينا نجربوها. بسم الله شي مالح زوينه الصراحه، ماشي خايبه وما فيهاش كاع البنه ديال الحوت. يعني هذا السلطه اللي كاين هنا ما حسيتش به. واعرة زوينه، الناس اللي كيعشقوا المملحه هذه تعجبكم. دابا غادي نجربوا هذه اللعيبه هذه اللي ما عرفتش انا شنو هي، هي اللي حطاتها لي انا ما طلبتهاش. اويلي وحدي الله يعز با المقوصه. ريحتها زوينه، او كيوت شكلها بحال الحلوى. او ماي جاد سو كيوت. عامله بحال النوقة مليونه، عامله بحال النوقة. انا هذا الكيت كات كاين واحد هذا بالروز بيري وهذا على حسب ما فهمت بالتفاح والقرفه. الروز بيري وما غاديش نجربو حيت الروز بيري يعني اصلا باين حلو. اللي تشوقت له بزاف هو هذا ديال التفاح بالقرفه، فخلينا نجربو حتى هويا ونشوفو كي داير. هادي انا كاين داك الشيء اللي كنا علاش ما كنعرفش نفتحو، كي كيديرو يفتحو هما يدو صغارين حتى لهاد الدرجه. الريحه ديالو زوينه، شو الشكل ديالو كي داير، كيت كات كي داير، اللون ديالو زوين كيوت. واش دايرين التفاح والقرفة؟ ما حسيت لا بالتفاح لا بالقرفة، لا حسيت دابا بالقرفة. من برا بحال الحلوى ولكن من الداخل حتى كتسمع كتحس بديك اللسعة ديال القرفة. ف الريحه ما كايناش القرفه، مي فيه البنه ديال القرفه مليونه. كتجربه زوينه جو فاليد وكنصحكم تجربوها. لكن اكثر حاجه حمقتني هو هذا العصير. انا غادي نخليكم امشي نتعشى العشاء ديالي، نبدل عليا ندير سكين كير روتين ديالي والناس، ونقول لكم السلام عليكم. تهلاو في راسكم ونشوفكم في لا فيديو الجاي. خليو لي الافكار ديالكم لتحت في التعاليق، اي فكره مجنونه كنطلع الصاحب ديالها في الفيديو ديالو. مفهوم؟ مهم مفهوم ولا مفهومش ما نعرف. المهم السلام عليكم، تهلاو في راسكم ونشوفكم في لا فيديو الجاي. باي باي.